بعد الامتحان الكتابي والشفهي لأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف، سيخضعون لتكوين مدة سنة توزع على مراحل بداية من الأسبوع المقبل بعد التأشير على القوائم النهائية من طرف الوظيف العمومي. ممكن الوظيف العمومي يقصي كأستاذ أو هو ناجح، لأن بعد ما تكون المراقبة البعدية اللي هي تكون في الأيام القليلة القريبة، ممكن وإحنا على مقربة بداية التكوين تاع هذه الأساتذة، ممكن أستاذ يكون في التكوين ويظهر باللي ممكن خلل في الملف تاعه، أو ممكن يقصه للوظيفة العمومية. يبدأ يوم 16 وراح بعد راح يخرجوا في 26، راح يكون أكيد يكون شهر أوت شهر عطلة ما كاش للتكوين، راح ثم راح يدخلوا مباشرة بعد ما يتعينوا في المناصب تاعهم في المؤسسات التربوية. راح هذا يكون تكوين ميداني، هما راهم يدرسوا، وفي نفس الوقت راح يكون تكوين خلال العطل الموسمية وخلال يوم السبت. نهاية مدة التكوين وطبقا للقانون تتوج بامتحان نهائي يخضع له الأستاذ الناجح من طرف مفتش المادة، وقد يحرم من المنصب في حال الرسوب ليتم تعويضه بالناجحين في قائمة الاحتياط. يقدر يترسم يقدر ما يترسم حسب المفتش يعني واللجنة اللي راح تزوره، ممكن اللجنة ترفض له الترسيم تأجله إلى السنة المقبلة، ممكن ترسمه تأجله مرة الأولى، المرة الثانية إذا أخفق وما نجحش راح يقصى نهائيا من التعليم. متتبعون للشأن التربوي يطالبون بتمديد مدة التكوين خصوصا بالنسبة لخريجي الجامعات الجدد، وهذا لتحسين أدائهم داخل المؤسسات التربوية.